بسم الله الرحمن الرحيم، إيمانا منا بضرورة تغيير الواقع المرير الذي يعاني منه الناس في شتى المجالات الحياة وخاصة في المجال المصرفي. لذلك اليوم يقف مجموعة من الشباب هنا أمام المصرف التجاري الوطني غات احتجاجا على تردي الخدمات المصرفية في هذا المصرف، ونرفع عدد من المطالب لإدارة المصرف التجاري الوطني غات والإدارة العامة للمصرف. وأهم هذه المطالب: 1- شحن بطاقات أرباب الأسر. 2- ربط المصرف التجاري الوطني غات بالمنظومة المصرفية داخل ليبيا. 3- مكافحة الفساد داخل المصرف وإلغاء كافة الرسوم الإضافية المفروضة على زبائن المصرف. 4- توفير السيولة النقدية الغائبة عن المصارف غات منذ أكثر من 6 أشهر. 5- احترام موظفي المصرف لساعات الدوام الرسمي. ويطالب المعتصمين في هذه الوقفة من الإدارة العامة للمصرف التجاري تلبية كافة المطالب خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإلا سيضطر المحتجين لرفع مطالبهم ورفع سقف الاحتجاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.